بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم. هنتكلم النهاردة عن Approach to Hepatocellular Jaundice. معاكم دكتور محمد سرحان، Lecturer of Internal Medicine, Gastroenterology, Hepatology and Endoscopy Unit, Tanta University. يعني إيه جوندس؟ الجوندس بالعربي يعني الصفرة أو اليرقان، والجوندس ما هياش ديزيز بحد عينه، زي ما بنقول كده، هي مش مرض لكنها عرض لأمراض كتيرة ممكن تحصل. يعني ايه جوندس؟ يعني yellowish pigmentation of skin, sclera and mucous membrane نتيجة زيادة السيروم بالروبن. بلاقي العيان جاي بيشتكي ان هو عنده itching، عنده pale stool, dark urine او symptoms للبيليري كوليك، خصوصا في حالات الobstructive jaundice، وعنده هيستوري انه خد دراج معين او عنده ابيوز للالكول او كان فيه هيباتايتس او ترابل او فاميلي هيستوري. الكوزس اوف جوندس ممكن تكون انفلاميشن في الليفر نفسه، او انفلاميشن في البايل داكت، او اوبستراكشن البايل داكت بستون او لينف نود او مالجنسي او هيموليسيس او جيلبرت سيندروم اللي بيحصل فيه انزيماتيك impairment للابيليتي انها تبروسس وتكسكريت البايل. في هيباتوسيلولار كونديشنز كتير اسوشيتد معاها الجوندس، زي انواع الهيباتيتس او الليبشتاين بار فيروس، سايتوميجال فيروس والهيربس فيروس، الالكوهوليزم، دراجز زي الاسيتامينوفين اللي هو الباراسيتامول والايزوميزايد اللي هو انتي توبيركلس دراج، انفايرمنتال توكسين زي المشروم، ويلسون ديزيز والاوتوميون هيباتيتس والبرايمري بيلر سيروز زي ما هنقول، او الجيلبرت سيندروم. العيان بيشتكي طبعا بجانب الجوندس بنلاقي في دارك يورين، لايت ستول، نوزيا، فاتيج واتشنج، خصوصا لو كان فيه هيباتيتس. ممكن يشتكي من رايت ابر كوادرانت بين، عندنا حاجه اسمها شارك ترياد، بيبقى العيان فيه رايت ابر كوادرانت بين وفي فيفر وفي جوندس. نلاقي ابدومينال بلوتينج اند ستنشن، وممكن نلاقي اسوشيتد معاها جاسترو انتستينال بليدنج. يعني انا ممكن الاقي العيان في الفيزيكال اكزامينيشن يجي لي غرد عينه صفرة، زي ما اتفقنا ان الجوندس ما هياش مرض، ده هي عرض لمرض. ممكن الاقي فيه المانيفيستاشن بتاعه الليفر سيل فيلير زي الهيباتوميجالي، هيباتيك تندرنس، ريجولار سيرفيس للليفر، سبلينوميجالي، الاقي فيه بالمر ايسيميكا سمول فورميشن في السكين او سبايدر ريفاي، الاقي فيه اسايتس، اديما، ريحه بقى وحشه اللي بنسميها فيتور هيباتيكاس، جاينيكوماستيا، واللي هي اللارج تندر بريست ان اميل بيشنت، او يجي لي مانيفيستيشن للهيباتيك انفلوبسي يبقى كوماتوز. طبعا عشان اقيس السيرم بالروبن في حاجه مهمه اسمها الفاندنبرج رياكشن، بتقيس لي الدايركت والاندايركت بالروبن. التوتال نسبة التوتال بالروبن 1 ملي جرام بالدي سي لتر، دي عبارة عن مجموع الدايركت نورمال دايركت سيرم بالروبن اللي هو 2/10 ملي جرام بالدي سي لتر، بجمعه على 8/10 اللي هي النورمال اندايركت سيرم بالروبن، بيدي لي 1 ملي جرام بالدي سي لتر. وبلاقي ان الانكونجوجيتد بالروبن او الاندايركت بالروبن بيزيد مع الهيموليسيس، حالات الهيموليسيس زي السفيروسايتوزيس والسيكل سيل انيميا والثلاسيميا، ودي حاجات هناخدها بالتفصيل في كوريكولوم الهيماتولوجي. طبعا في اللابوراتوري تيستنج تانية بنطلبها زي الليفر انزيمز اللي هو عندي انزيمات الكبد اللي هو سيرم ALT وسيرم AST. سيرم ALT اللي هو الألانين أمينو ترانسفيريز، والسيرم أسبارتيت أمينو ترانسفيريز لما بيزيدوا معناهم إن في ليفر إنسلت حصل. الكالايم فوسفاتيز والجاما جلوتاميل ترانسبيبتايديز بيزيدوا مع حالات الجوندس، وطبعا بيزيد التوتال والدايركت بالروبن، وبنقيس البروثرومبين تايم عشان نشوف هل في أكيوت إنسلت حصل للليفر ولا لأ. طبعا في دايجنوستيك تيست للديزيز سبيسيفيك ديزيز اللي هي سببت لي الجوندس، لو هيباتيتس اي مثلا بيبقى بطلب انتي هيباتيتس اي فيروس اميونوجلوبولين ام، او هيباتيتس بي بطلب هيباتيتس بي ماركرز كلها زي الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين، هيباتيتس سي بطلب الانتي اتش سي في والهيباتيتس سي فيروس ار ان اي،
وهكذا مع بقية ال diseases، اللي كل disease منهم زي ما احنا شايفين ليه specific marker بيبقى of a choice، وبالتالي اقدر احط ايدي على سبب الجوندس بالظبط، اني ديزيز اللي مسبب لي elevation للتوتال او للسيروم بيليروبين. بعد ما شفنا كل الكلام ده من ناحية الهيستوري والاكزامينيشن للعيان، فيزيكال اكزامينيشن والانفستيجيشن اللي بنطلبها، في طبعا دايجنوستيك ايميجنج بيبقى مهم جدا، زي الالترا ساوند اللي هو سونار على البطن والحوض، بيبقى هايلي سنسيتيف للليفر ديزيز. لو عايز اتاكد اكتر بطلب سي تي اللي هي الاشعه المقطعيه كمبيوترايز توموجرافي سكان، او الام ار اي اللي هي الرنين المغناطيسي ماجنتيك ريزونانت ايميجنج. لو انا عندي المشكله نتيجه اوبستراكشن للكومن بايل داكت وعايز اشوف الاوبستراكشن ده سببه ايه، هل ستون، هل مالجنسي، هل عندي ليمف نود انلارجد، هل في اسباب اخرى، بطلب حاجه اسمها رنين مغناطيسي على القنوات المراريه اللي هو ام ار سي بي ماجنتيك ريزونانت كولانجيو بانكرياتوجرافي، وكمان الدوبلر الالترا ساوند بيساعدني لو المشكله فيها فاسكولار ديزيز او فاسكولار انسلت للليفر. لو زي ما بنقول بقى بعد ما عملت كل الانفستيجيشنز ومطلعليش سبب واضح ولسه العيان في جوندس، لازم اعمل الليفر بايوبسي اللي هي الحل الذهبي او الجولد ستاندرد في حالات الليفر ديزيز، ان انا باخد عينه من الكبد ولو انها انفيزيف بروسيس، لكنها بتبقى مفيده جدا. باخد العينه واوديها لاستاذ الباثولوجي عشان يفحصها ويقول لي الكبد ده فيه ايه بالظبط. حالات الهيباتوسيلولار ديزيز اوف انسرتين كوز او unexplained هيباتوميجالي او بايركسيا اوف انون اوريجين. ريسنتلي في حاجه زي الفايبروسكان او الاستوجرافي، ده جهاز نون انفيزيف ممكن يحل الى حد كبير محل الليبر بايوبسي. بيبقى في ديزيزز انترا هيباتيك تسبب لي انترا هيباتيك كوليستاتيك كونديشن. يعني ايه؟ يعني السبب بيبقى جوه الليبر وهو اللي معلي نسبة الصفرة في الدم. زي ايه؟ زي الفيرال هيباتيتس، زي الالكوهوليك هيباتيتس، دراج توكسيستي زي الكونتراسيبتيف بيلز والاستيرويدز، او ديزيز رير لكنه موجود برايمري بيليري سيروزيس والبرايمري سكليروزين كولانجيتس، وهنقول ايه الفرق ما بينهم كمان شوية، او انفلتراتيف ديزيز سيستميك زي التي بي والليمفوما والاميلودوسيس. لما بنيجي نتكلم على ديزيز مهم زي الاوتوميون هيباتيتس، بنقول ان هو ديزيز اوف اكسكلوجن، لان انا علشان اثبت ان ده اوتوميون هيباتيتس لازم استبعد ان مفيش فيروسز او دراجز او ميتابوليك او جينيتيك ديزيز افكتنج الليفر. بيجي للفيميل بنسبه كبيره اكتر من الميلز، بيبقى معاه associated with extra hepatic manifestation زي الأمينوريا والراش والأكني والسيروديتس والجوجرين سيندروم، أو immune complex disease زي الأرثرايتس والجلومرولونفرايتس والفاسكولايتس. عشان أشخصه بحتاج ليفر بايوبسي، وبعمل ماركرز اللي هي بلاقي في هايبر جاما جلوبولينيا، والأنتي نيوكلر أنتي بودي بيبقى بوزيتيف، أنتي سموث ماسل انتي بودي والانتي ليفر كيدني مايكروسومال انتي بودي، والتريتمنت بتاعته بتبقى مينلي ستيرويدز واميونو سبريسيف ثيرابي زي الازاثيبرين. الرسمه المبسطه دي مهمه جدا لانها بتورينا الليفر وعلاقته باللي بنسميها البيريري راديكلز. البايل داكتيولز جوه الليفر بتتجمع مع بعضها وتعمل لي الليفت والرايت هيباتيك داكت، وبعدين الاثنين بيتحدوا قبل خروجهم من الليفر بيعملوا لي كومون هيباتيك داكت. الكومون هيباتيك داكت بتتحد مع السيستيك داكت تعمل لي الكومون بايل داكت. البيلياري راديكال اللي جوه الليفر لما بيحصل لها اوبليتريشن وفايبروزيس وانفلاميشن بتعمل لي ديزيز اسمه البرايمري بيلياري سيروزيس. لكن لو كان الانفلاميشن والاوبليتريشن ده موجود جوه وبره البيلياري راديكلز، يعني جوه الانترا هيباتيك بيلر راديكلز اللي جوه الليفر والاكسترا هيباتيك بيلر راديكلز، لو الاثنين افكتد مع بعض بانفلاميشن وسكارنج وفايبروزيس
بيبقى سببه الاسكليروزنج كولانجيتس. وده الفرق بين البرايمري بيليري سيروزس اند اسكليروزنج كولانجيتس. فرق رئيسي ان البرايمري بيليري سيروزس بتبقى في الانترا هيباتيك بيليري راديكال بس هي اللي افكتد، لكن الاسكليروزنج كولانجيتس تبقى الانترا والاكسترا هيباتيك بيليري راديكالز الاثنين بيكونوا افكتد. فبالتالي البرايمري بيليري سيروزس هو كرونيك انفلاميشن and fibrous obliteration of intrahepatic bile ductules. بينما السكليروزين كولانجيتس هو inflammation of entire biliary tree سواء كانت intra أو extrahepatic bile ducts leading to scarring and obliteration. بلاقيه associated دايما مع الالسرتيف كولايتس، associated with HIV اللي هو الايدز، وبيبقى مع حالات الكولانجيوكارسينوما واسوشيتد من السيرجيكال تروما والاتروجينيك انجري للبيليري تري، ممكن بعد حالات الاي ار سي بي. بلاقي ان العيانه بتاعه السكليروزنج كولانجيتس ممكن تشتكي من فاتيج وبروكتس نتيجه وجود الجوندس. كمان بنلاقي حاجه ترياد مشهور جدا بيتكون من رايت ابر كوادرانت بين جوندس مع فيفر. الترياد ده بنسميه شارك ترياد، بيبقى العيان بيشتكي من ثلاث حاجات دول: بين جوندس اند فيفر، او بيشتكي من بين جوندس وفيفر معاهم هاي بوتنشال وديليريوم، ساعتها بنسميه شاركوت بنتات. بنشخص ازاي الحاله دي؟ بنشخصها بالكلينيكال والانفستيجيشن والايميجنج. بلاقي الانفستيجيشن فيه زياده في الالكالين فوسفاتيز، في البيلوروبين، في الليفر انزيمز، ولاقي في ناروينج في البايل داكتوز سواء انترا او اكسترا عن طريق السكرين بتاع منظار القنوات المراريه. في النهايه بشكركم جميعا، وبتمنى ان احنا نكون خدنا فكره كويسه عن الانترا هيباتيك كوليستاتيك كونديشنز اللي بتزود لي نسبه الصفراء في الدم. وبعد كده من خلال الكوريكولوم بتاع الجاستروانتيرولوجي هناخد ديزيزز دي ديزيز بي كل ديزيز بتفصيل ان شاء الله. وشكرا جزيلا.